لو الحكاية فيها إن فيجو. مساء الخير، أنا آية حسني معاكم خبيرة التغذية. هكلمكم النهاردة عن حاجة مهمة جدا، وهي زيادة المناعة عند الأطفال. إزاي أزود مناعة الأطفال وأقويها في الظروف اللي احنا فيها دي؟ أول حاجة طبعا وأهم حاجة، الغذاء المتوازن. لازم الولاد الصغيرين ياخدوا كمية فيتامينات كتيرة جدا، وكل أنواع الفيتامينات أدخلها لهم في أكله، وخصوصا الأوميجا 3، ودي ناس كتير قوي بتغفل عنها. الأوميجا 3 دي موجودة في الأسماك الزيتية، موجودة في المكسرات، ولازم ياخدوا منها ولو حاجة بسيطة كل يوم، لأن هي ناس كتير بتنساها للأسف. فيتامين سي طبعا، وفيتامين اي، وفيتامين اي، كل الفيتامينات المفروض ننوع في الاكل بتاع الاطفال، بس الاكل ده حاجه واحده من الحاجات اللي المفروض اخد بالي منها. حاجه تانية، ان انا لازم اعرض الولاد للشمس، اولا عشان فيتامين د، تانيا علشان جلدهم وعظمهم ومقاومه الفيروسات، لان الايام دي الفيروسات بقت كتير جدا. تالت حاجه، النوم. لازم يناموا اول حاجه علشان جسمهم ياخد كفايته من النوم. ده هيديني نقطه مهمه جدا، الطول. الجروث هرمون اللي هو هرمون النمو بيطلع من الساعه 9 بالليل لغايه الساعه 3 الفجر، فلو الاطفال سهرانين الجروث هرمون ده مش هيبقى اكتف معاهم، فمش هيطلعوا، يعني طول القامه بتاعهم هيبقى اقل. دي حاجه. حاجه تانية، ان النوم بيخلي الهرمونز بتاعتهم، الجروث هرمون ده بيخلي المناعه بتاعتهم تقوى، فبيخلي طفلي اقوى صحيا. النوم هيقويه. تالت حاجه او رابع حاجه بالاصح، ان انا ما اديش مضادات حيويه كتير، مش على عمال على بطال. اول ما يعيا الولد الصغير اروح مدياله مضاد حيوي. الانتيبيوتكس والمضادات الحيويه بتقلل على المدى الطويل المناعه بتاعت الاطفال، فاخدها لما يكون بس الحاله مستدعيه والدكتور يبقى قايلها لي، عشان انا اعرف امهات كتير اول ما ابنهم يا دوبك شويه حراره على طول يدوروا المضاد الحيوي. ده بيقتل البكتيريا النافعه اللي في الجسم، وبالتالي بيقلل مناعه الاطفال. يبقى احنا مش بس الاكل بتاعنا اللي احنا نهتم بيه مع الطفل، لا، ده احنا نهتم بحاجات تانية كتير. الرياضه من الحاجات المهمه جدا كمان اللي ممارستها بيقوي مناعه الاطفال، فلازم ما اغفلش عنها، خصوصا الايام دي ان الولاد قاعدين في البيت عشان الكورونا ومفيش مدارس، فالحركه بتاعتهم قليله، فلازم الرياضه يمارسوها. حتى لو على الزوم شغلت لهم على اللابتوب او على الموبايل حاجات يشتغلوا معاها، بس الرياضه مهمه جدا ليهم. يا رب تكون حلقه نافعه ليكم. اشوفكم على خير.